هو الحمد لله احنا علاقتنا زي ما حضرتك بتقول، حتى اللعيبه المحترفه لما جت ما لقتش صعوبه بالتعامل معانا. صحيح، لسه قايلين زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا قريبين جدا للعيبه، او كلنا كجهاز ولعيبه الحمد لله قريبين جدا من بعض، وده من احد اسباب نجاح الفرقه دي بالظبط. الحاله اللي الكابتن محمد صالح عاملها في الفرقه وكابتن خالد، سواء في العلاقه في الكره الطايره او خارجها، صحيح الحمد لله اللعيبه كلها قريبين من بعض اسريا. يعني في عوامل كتير قوي من الحمد لله وفضل من عند ربنا بتوصل الروح في الملعب كده، بتوصل الكلام ده وبتوصل على الانجاز اللي احنا بنعمله كل فتره الحمد لله متواصل. فده احد عوامل الاساسيه طبعا نمره واحد. طبعا تيجي تتكلم مع كل واحد بقى، انت في كل واحد ليه لازمه معينه بتدخل له منها، بتقعد معاه ليه صيغه معينه، طريقه تفكير معين، اللعيبه كلها مختلفه، فانت بتدخل لكل واحد من الحته اللي هي ايه، يعني صح تضغط عليه صح فيها. صح، وده والحمد لله ربنا بيوفقنا فيها، ودايما الرجاله دي بتبان في الوقت ده. صحيح، وخليني